سيد عمر. أيوة. كيف الحال؟ أهلا وسهلا يا أخي. كيف حالك سيد خليد؟ الله أكبر عليك. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم يا جماعة. إن كنتوا حاضرين مباشرة على الراديو ده أو بتفرجوا عليه من بيوتكم سواء من الرباط أو الدار البلدي أو التمارة أو الصياد أو حتى هرهورة. هرهورة أدوك أنت بتعرف هرهورة؟ أيوة بعرف هرهورة. لما بيجي للمرة يبقى أروح أخش فيها يا أخي. هرهورة ولا بتعمل هرهورة؟ هرهورة هي يعني كويسة للأرض وللتنفس ولكل. عمر قول لنا على هاد الفورم اللي كاين في إفران ديال التعاون الإفريقي. أيوة يا أخي هم يعني في الصومي، ولكن أنا ماليش دعوة بهذا الصومي. أنا عايز أقول لكم نصيحة يا أخي. نعم. تاخدها مني؟ ناخد منك نصيحة. أوكي يا أخي، أنا عايز أخبركم بحاجة مهمة. ما هي؟ حاجة متهيألي إنكم تعرفوها. أشنا هي؟ لكن هكررها لكم ضروري. ياك لاباس، ياك ما كتبكي، حنا ما كنعرفوش ملي كدوش كتبكي ولا كتهضر تضحك. المساواة ما بين الرجل والمرأة. وي؟ أيوة نعم. أها. لكن ما ننساوش يا جماعة في هذا النهار المبارك، اللهم حافظ على رجولة الرجل وحافظ على أنوثة المرأة. هاد القضية تخربقات في هذا الوقت. أيوة إحنا عايزين نشوف رجالة مرجلين إحنا تنقولوا بتلاغمهم. عمر إحنا تنقولوا وعايزين نتمتع أيضا بحنان المرأة. عمر إحنا تنقولوا وعمر أو العارفين ما باش اسمعني، يمكن كيحترفون عمر والحشمانين كمان. اللهم ارزقنا الصبر يا أرحم الراحمين. خالد إحنا تنقولوا بأن الدعوة مخلطة ولا مخربقة. ايوه الدعوه مخلطه كتير يا اخي. احنا رايحين فين؟ المراه بتلبس سجوار رجالي والرجل بيلبس صايه نسويه يا اخي. هذوك هادشي واتشي مناش في نظرك؟ منين ولا هادشي؟ علاش؟ والله العظيم يا اخي تخلطت الدعوه. ربما يلزمنا ان احنا نحترم انوثه المراه ورجوله الرجل. لو ما احترمناهاش هنمشي في داهيه يا اخي. ان شاء الله هادشي اللي كنتمنى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا عمر خالد. كتقول لها مصطفى الداودي. شكرا بزاف. الو وي هذاك العفريت اش تخوت سي سعد الدين؟ تخوت الوالدي انت والله. ياك لاباس سي سعد الدين عثماني. الكلام عاوتاني سيدي الصحبان سيدي الو سي سعد الدين. علاش بغيتي تسوسني؟ اشنو درت لك سي سعد الدين؟ سير الله يعاون في العاوتاني الدنيا الى عاوتاني عكر ليا. علاش يا سي سعد الدين علاش؟ الو قطع لي الهوت ثاني كنا عيطوا لك اخويا حيت ما سعد الدين عثماني بحيت ما سولناش فيه اليوم. حيت مول فين كنسولوا فيه وقال لك لا بون فانا حاولوا نعيطوا ليه غدا ان شاء الله.